يا ولاد عم يا رمم، فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو، ايوه مين معايا؟ الو ايوه الو ايوه الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا، ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني وحشني خفة دمك. انت فين؟ قولي لي، في حد متضايقنا سأل عليا؟ لا ما حد سأل عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه، عايزاك يا ولاد عمي يا رمم يا شحاتين، بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. ميرسي يا هند ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء، اهلا وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد؟ أي. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده، انا بموت في شراء الخرده، انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضيق. ايه؟ هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا ولاد عمي يا شحاتين اتفرجوا واحكموا. وريني. يا فتحي يا عيد، تعالى افرجهم واغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني. الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. ايه ده؟ هند هند. ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده دي 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا خدت منكم حاجه اتفرجوا اتفرجوا على التحفه التانيه، هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزهم. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين. غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه. ممكن يا ريت ما سالتك، اسال النصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميداليا. يا ريتني ما سالتك، دي ميداليا؟ امال دي ايه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. امال مصدق انها ميداليا؟ طبعا، دي اول كاميرا في التاريخ. يا سلام، بتطلع الصور ابيض واسود. يا نهار اسود. صورنا صورنا صورنا، قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه دفعت فيها كل فلوس. انا جبت لك خرده احسن. بجد؟ والله خرده هتعجبك قوي. سبحان الله تعالى فيها. بجد بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب اتفضل. يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعه. ذكيه ذكيه. يا سلام. والولاعه بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمه الغذائيه؟ قال لي اللي ما بتولعش دي. ورخيصه هند. بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكره لما ادخل موسوعه جانس خد الثانويه بقى وتعالي كلميني. وباول خردجيه وشك في الحيط وافاكيليه. جرى يا ولاد عمي يا شحاتين متغاظين عشان انا معايا فلوس؟ جت كنيل على ولاد العم. دي مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين الصناديق؟ فين؟ ايه بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. جد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. خالد مين دول؟ دول الموت علينا حق يا خلاص. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعة ازاي تبص في نظرك؟ تلاتة فرط واربعة في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاعر. انت معاكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينة. ايوه. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جبان. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكرك انا هيهون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنيه. في بنيه؟ صياعه وقله ادب هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. خالد. يا نهار اسود. انت اللي مين؟ خالد. خالد خدمته. خالد يا جماعه. اخترت اللي مين؟ ايوه انت مين؟
دول ديانا يا فندم. والديانا جايين عندنا يضربونا ليه؟ ما هو الوكيل ابن عمكم بدلهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود، اطلعوا بره. يلا بره. طيب يا هند. وكانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين. ومصممين يقابلوا الوكيل ويا الدبح يا القتل. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. ده ما عندكش دم. لا ده بدل ما تساعده يسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي، انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. اه مين سمعك؟ لا مش مين سمعك، ادي الوكيل فلوس يا هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قد كده. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين موبايلي فين؟ ايه ده؟ تريرين تريرين ايه ده؟ موبايلي موبايلي تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ اسكت اسكت. خدمه جديده دي مثلا؟ والفاتوره تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا. الو الو. ايوه انا هند. ايه خسرت كل فلوسي يا حبيبتي؟ صورت.